بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، من اتبع القرآن هدي ونجا وفاز وأخرج نفسه من الضلالة والشقاء والحزن، لأن هذا هو موعود الله عز وجل في كتابه الكريم، حيث قال عز من قائل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وحيث قال سبحانه وتعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهدى الله سبحانه وتعالى بينه لنا وأرشدنا إليه، وأن هذا الكتاب القرآن العظيم هو هدى الله جل جلاله، هدى البيان والدلالة والإرشاد، كما قال ربنا عز وجل مخبرا عن هذه الحقيقة القرآنية، فقال عز من قائل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال عز من قائل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. والإنسان كلما كان واعيا لأهمية الهدى وقيمة تحصيله وأثره على نفسه وأثره على حياته الدنيوية وحياته الأخروية، استشعر بمكانة مصدر هذا الهدى القرآن العظيم، ومن ثم يجد نفسه قريبا من كتاب الله، ويجد راحته وطمأنينة نفسه كلما كان قريبا من آيات القرآن، يتدارسها، يفهم معانيها، ويدرك مراد الله عز وجل منها، ويجاهد نفسه على الخضوع لها والانقياد لأوامرها واجتناب نواهيها. هذا هو الإنسان المهتدي بهدى الله، هذا شأنه، فهو لا يفتر من قراءة القرآن وسماع القرآن وإسماع القرآن، لا يتوقف عن تدبر آيات القرآن وبذل الجهد في فهم مراد الله عز وجل منها،
هو مستمر في غرس الإيمان في قلبه وفق تلك الآيات المباركات والحجج الواضحات التي جاءت في كتاب الله عز وجل. فهذا شأن من سلك طريق الهدى، فهو لا يمكن أن يكون بعيدا عن القرآن ثم يقول أنه حريص على تحصيل هدى الله، وأنه جاد في إرادة هدى الله سبحانه وتعالى وتحصيله لنفسه. وبين أيدينا آيات مباركات من سورة آل عمران تحدثنا عن مرحلة من مراحل النبوة الخاتمة، مرحلة كان فيها التواصل مع أهل الكتاب يهودا ونصارى، فكان قبائل اليهود الذين كانوا يجاورون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع ووفد نصارى نجران، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على دعوتهم وبيان الحق لهم وإرجاعهم إلى الله عز وجل، وأن يعلمهم أن ما جاءه هو ما جاء لأنبيائهم، لنبي الله موسى ولنبي الله عيسى عليهما الصلاة والسلام، وأن آباءهم قد حرفوا تلك الكتب وبدلوا ما جاء فيها، فهم على انحراف وضلال. فكان عليه الصلاة والسلام أحرص ما يكون على بيان هذا الأمر لهم وتجلية ذلك كله. وكان القرآن يتنزل يجلي ذلك الأمر ويوضحه فيكون برهانا ويكون بينات يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب ويسمعها أصحابه فيزدادوا إيمانا ويثبتوا على الهدى والحق. وأما أهل الكتاب فكثر جدالهم ونقاشهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات المباركات التي بين أيدينا ومعترك الجدال في هذه المرحلة وصل إلى أشده، فآيات القرآن بيّنت وجلت من خلال عرض الذاكرة التاريخية لأنبياء بني إسرائيل، وخصوصا ما كان متعلقا بأمر عيسى عليه السلام، وتذكير بما كان من أمر موسى عليه الصلاة والسلام، ثم ربط الأمر بأبي الأنبياء الخليل إبراهيم عليه السلام، وأن أهل الكتاب ادعوا وزعموا أنهم على دينه، بل وصلوا إلى درجة أن يقولوا أن ما كان عليه الخليل إبراهيم
إنما هو ما كان عليه، ما كانوا هم عليه. وما كان من الرب جل جلاله إلا أن يوقف هؤلاء عند حدهم ويبين لهم كيف أنهم خالفوا بدهيات النظر والاستدلال. فلئن كان موسى عليه الصلاة والسلام والتوراة التي أنزلها الله عز وجل عليه إنما كان ذلك بعد الخليل إبراهيم بقرون، وهل العقل السليم يقبل أن يكون اتباع السابق للاحق بعد وفاته وبعد مفارقته للدنيا؟ فلذلك جاءت تلك الآيات التي تبين هذا الخلط والخروج عن الصواب في الاستدلال. ثم أيضا جاء التفصيل في هذا الجانب إلى أن يقول الله عز وجل لهم: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالله عز وجل بعد أن برأ الخليل إبراهيم عليه السلام بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وبعد أن بين أن ما في شريعة موسى عليه السلام من التضييق على بني إسرائيل إنما هو معاقبة لهم على ما فعلوا، وأما ما كان عليه أبوهم الأول يعقوب عليه السلام فكان الأمر فيه من التيسير، كما قال الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. أي إن كنتم تقولون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في شريعته ما فيه نسخ لبعض ما جاء في شريعة موسى عليه السلام في التوراة، وقالوا: نحن لا نقبل بالنسخ في الشرائع. وقالوا: والدليل على ذلك أن ما هو في شريعة موسى عليه السلام هو ما كان في شريعة إبراهيم وما كان في شريعة أبنائه من بعده يعقوب وإسحاق والأسباط. فالله عز وجل يقول لهم: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قل فأتوا بالتوراة، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي أن ذلك قبل أن تنزل التوراة على موسى عليه السلام. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هل ستجدون فيها أن ما جاءكم في التوراة هو ما كان في شريعة يعقوب عليه السلام؟ وعندما عرض عليهم ذلك كما تبين لنا في الدروس الماضية وقلنا أنهم ما استطاعوا أن يأتوا بما يدل على دعواهم،
فتبين بطلان تلك الدعوة. فقال الله عز وجل: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. بعد أن تبين أن ما ذكروه لا أساس ولا أصل له في كتابهم، فمن بعد ذلك لا يزال يدعي تلك الدعوة فأولئك هم الظالمون، لأنه هنا فعلا أنه ما أراد الحق وإنما أراد الباطل، وهذا هو الظلم. ثم يقول الله: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله فيما أخبر أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا، وصدق الله فيما أخبر أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. صدق الله فيما أخبر عنه. فيقول الله عز وجل: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يأمرهم باتباع ملة إبراهيم، وفي أمره لهم باتباع ملة إبراهيم هو اتباع للنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه متبع لملة إبراهيم عليه السلام. والله سبحانه وتعالى بين في كتابه أن مما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، فقال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وأمره أن يعلن ذلك للناس، وأنه باتباعه لملة إبراهيم عليه السلام فهو على صراط مستقيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإذا هو متبع لملة إبراهيم. فالله عز وجل عندما يقول لهم فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، لأنهم إن اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا فإنهم سيتبعون النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وهنا يأتي السؤال: إذا كانت الدعوة باتباع ملة إبراهيم حنيفا، فما هو الشاهد في ذكر البيت في هذا المكان؟ وهنا قضية نحتاج إلى أن نتأملها وأن نتدبر فيها. الله سبحانه وتعالى أجرى على عدد من أنبيائه كما جاء في القرآن الآيات المعجزات، وجعلها طريقا لأن يصدقهم قومهم. فالله عز وجل جعل لموسى العصا، وجعل له أيضا آية اليد التي كان فيها شيء من قيل
شيء من البرص أو شيء من اللون الأسمر، فكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم مخبرا عن هذه الآية وأنها كانت آية لموسى عليه السلام، فيدخل يده في جيبه فيخرجها بيضاء من غير سوء، فجعل الله عز وجل له هذه الآية. فبهذه الآيات التي يجريها الله والمعجزات على أيدي الأنبياء يكون دليلا على صدقهم وأنهم رسل الله، فمن آمن وقبل تلك الآيات والمعجزات انقاد بعد ذلك لما أنزله الله على ذلك الرسول من الوحي ومن التشريع. وهنا الله عز وجل يأمرهم باتباع ملة إبراهيم حنيفة، والنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أجر الله عز وجل على يديه من الآيات والمعجزات ما هو معلوم في كتب الدلائل والمعجزات وفي كتب السيرة وفي صحيح السنة من تلك المعجزات التي أجراها الله عز وجل على يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما يدل على صدقه وأنه مبعوث من ربه عز وجل. ولكن هنا عندما يأمرهم باتباع ملة إبراهيم حنيفا، فما هو الدليل على صدق نبوة الخليل إبراهيم عليه السلام؟ وإذا ما نظرنا إلى جميع الآيات المادية التي أجراها الله عز وجل على يد الأنبياء السابقين، فقد انتهت مع أنبيائهم، ولكن الله عز وجل لما جعل ملة إبراهيم عليه السلام هي الملة الباقية المأمور بها لجميع الأمم ولجميع الأنبياء ولجميع الناس، فاختص إبراهيم عليه السلام بأن أبقى الله عز وجل آيته ومعجزته، وأن هذا من وعد الله عز وجل له بأن يجعله للناس إماما. قال إني جاعلك للناس إماما، وإمامة الخليل إبراهيم إمامة باقية واجبة الاتباع من تاريخ بعثته إلى يوم القيامة، فجميع الأنبياء أمروا باتباع ملة إبراهيم عليه السلام بمن فيهم رسول الله سيد الأولين والآخرين وخاتم الرسل، كان مأمورا باتباع ملة إبراهيم، وكذلك أمم الرسل والأنبياء من بعد الخليل إبراهيم كلهم أمروا بذلك. فالله سبحانه وتعالى كما نرى هنا يأمر أتباع موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام بأن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا.
فلما كانت إمامة الخليل إبراهيم إمامة باقية مستمرة، فاختص إبراهيم عليه السلام من بين الأنبياء بأن أبقى الله عز وجل الآية الدالة على صدق نبوته وإمامته، وهذه الآية المادية هي في هذا البلد في هذا المكان في مكة، شرفها الله في الحرم في المسجد الحرام. فهذا ما ذكره الله عز وجل. إذن واضح؟ إذن هذا المعنى حقيقة، وهذه القضية التي نحتاج أن نتأملها وأن نتدبرها. أشار إلى شيء من هذا الفهم أبو حيان في كتابه في تفسيره، فقال عند قول الله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم، قال بقاؤه أي المقام دون سائر آيات الأنبياء آية لإبراهيم خاصة، آية لإبراهيم خاصة. فإذا نقول عندما دعاهم الرب جل جلاله إلى اتباع ملة إبراهيم حنيفة فذكر لهم الآية الدالة على صدقه، ولم يبدأ بالآية مباشرة، وإنما قدم لها بتلك المقدمة العظيمة الدالة على جلال تلك الآية وعلى أهميتها وعلى قوة برهانها، ومن ثم تدل أيضا على أهمية اتباع ملة إبراهيم حنيفة، وأيضا ستدل من جهة أخرى أنها آية للنبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الربط عظيم. فيقول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيخبر عن قضية البيت كمقدمة لذكر الآية البينة الدالة على صدق نبوة الخليل إبراهيم الذي أمروا باتباع ملته، فيخبرهم عن البيت وأنه أول بيت وضع للناس لعبادة الله وحده، وهذا يعني الأولية، وأن الأولية هنا أولية تشريف، أولية تشريف، وأيضا أولية زمان، فهو أول بيت وضع زمانا لعبادة الله، وأيضا مقتضى ذلك أن هذه الأولية تدل على التشريف والمكانة له، والتي قدمته على سائر بيوت العبادة. ويحدد مكانه فينسبه لهذا البلد للذي ببكة، ثم يصفه بهاتين الصفتين مباركا وهدى للعالمين. وهذا ما وقفنا معه في الدرس الماضي مع خصيصة البركة وخصيصة الهدى للعالمين. فإذا بركته عامة وهداه عام، فهو أول معهد للهدى، وجاء الوصف له بالمصدرية
كأنه هو عين الهدى، أي هذا البيت الكعبة الشريفة، جعلها الله عز وجل هدى للعالمين. إذن هذه المقدمة للإخبار عن جلال البيت وعن مكانة البيت وعن أثر البيت وعن خصائص البيت والخصائص الجعلية التي لا يمنحها إلا الله، ولا يستطيع أحد أن يسلبها إلا الله جل جلاله. فالذي وضع البركة في البيت هو الله، والذي وضع الهدى في البيت هو الله، ولا يستطيع أحد أن يسلب ذلك عن البيت إلا هو جل جلاله. ووقفنا مع معنى البركة ومع معنى الهدى، ثم يقول الله عز وجل: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا البيت الذي هو أول بيت، والذي هو البيت المبارك، والذي هو بيت الهدى، جعل الله عز وجل فيه آيات بينات. وأول من يدرك ويكون عنده القدرة أن يقف على تلك الآيات البينات هم من خوطبوا بذلك. وأيضا كونها آية، فالآية علامة، فعندما توصف بأنها بينة إذن هي من الوضوح والدلالة على ما وضعت له بشكل لا يمكن رده ولا يمكن إنكاره. فيقول الله عز وجل فيه، الضمير يعود إلى البيت، إلى أول بيت، إلى البيت المبارك، إلى بيت الهدى، إلى الكعبة الشريفة، إلى البيت الذي ببكة. فيقول الله عز وجل فيه آيات بينات، آيات واضحات، آيات بينات على ماذا؟ على صدق نبوة الخليل إبراهيم عليه السلام، وأن الله الذي أمر بني إسرائيل أن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فيخبرهم عن الآية المادية الدالة على ذاك النبي العظيم والرسول الخليل عليه السلام. ما هي الآية الدالة على ذلك؟ هي ما في هذا البيت، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. مقام إبراهيم، قال الله عز وجل في القرآن في سورة البقرة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمقام في هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى هو ذاك الحجر الذي وقف عليه الخليل إبراهيم أثناء بناء الكعبة، فشرع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته أن إذا طافوا بالبيت
أن يصلوا خلف المقام، خلف مقام إبراهيم عليه السلام. فهل مقام إبراهيم هنا هو نفس الذي جاء في سورة البقرة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ من العلماء من قال نعم، من العلماء من قال نعم، ومنهم من قال بل الأمر أعم من ذلك، بل الأمر أعم من ذلك. فمن قال أن المقصود به مقام إبراهيم وهو الحجر الذي وقف عليه الخليل إبراهيم أثناء بناء الكعبة عندما ارتفع البناء، فوقف على الحجر حتى يكمل البناء، فمن قال ذلك وأن المقصود بالمقام هو هذا الحجر، ومقام إبراهيم كما جاء في الحديث أنه من الجنة ونزل به جبريل عليه السلام هو والحجر الأسود، فقال عليه الصلاة والسلام: الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. فمن قال أن المقصود بالمقام هنا هو هذا الحجر فيأتي أمامه قول الله عز وجل فيه آيات بينات جمع، والمقام شيء واحد، والمقام شيء واحد. فمن قال ذلك قالوا أن المقام وإن كان واحدا إلا أن الآيات التي ارتبطت به أكثر من شيء واحد، فكونه من الجنة هذه آية، وكونه أنه حجر صلب ولان لقدم إبراهيم هذه آية، وأنه لان على قدر موضع القدم وليس كل ما هو في أعلى الحجر هذه آية، وأنه غاصت أقدامه فيه هذه آية، وأنه محفوظ باقي من بين آيات الأنبياء هذه آية. فقالوا فهو وإن كان حجرا واحدا إلا أن الآيات المتعلقة به عدة، فلذلك قال الله عز وجل فيه آيات بينات، أي في هذا المقام الذي هو الحجر، ثم أن ذلك كله دليل على نبوة الخليل إبراهيم الذي يخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ على بني إسرائيل أمر الله عز وجل لهم باتباع ملة إبراهيم ويقول لهم الآية على صدق نبوته تجدونها في البيت الذي ببكة، البيت الذي ببكة، وأن أهل ذلك البلد تعارفوا عبر تاريخهم الطويل أن ذاك الحجر منسوب إلى الخليل إبراهيم، وأن تلك الآثار التي عليه هي آثار أقدام الخليل إبراهيم عليه السلام، وأن أشعارهم ملئت بهذا، وأخبارهم تواردت وتواترت في هذا الأمر،
إذن هي آية بينة على ماذا؟ على صدق نبوة الخليل إبراهيم عليه السلام، فيه آيات بينات. وستبقى هذه الآيات البينات في هذا البيت للدلالة على صدق نبوة الخليل إبراهيم عليه السلام. ولذلك هذا أمر في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، عندما نعلم كما ذكرت أن ما أجراه الله عز وجل من الآيات البينات المادية المحسوسة على يد الأنبياء انتهى معهم، ثم لم تبقى آية بينة مادية للأنبياء إلا ما بقي في هذا المكان، وهي للخليل إبراهيم عليه السلام، لأن الله عز وجل أراد أن تبقى إمامته للناس كلهم إلى يوم القيامة باتباع ملته عليه الصلاة والسلام، وأبقى للنبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام آية هذا القرآن الذي تضمن الشريعة الكاملة والدين الكامل الذي أتمه الله عز وجل. فلذلك هذا الإنسان المؤمن هو متبع لدين محمد صلى الله عليه وسلم، ومتبع لملة إبراهيم عليه السلام، وهذا شأن المسلم يعلن ذلك كل صباح ومساء. أصبحت على فطرة الإسلام وعلى دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، يقولها المسلم إذا أصبح ويقولها إذا أمسى. فأبقى الله عز وجل للخليل المأمور باتباعه من جميع الناس أبقى له هذه الآية المادية المحسوسة في المسجد الحرام عند الكعبة الشريفة، فهذه الكعبة رفع قواعدها خليل الله إبراهيم، وهذا المقام بجوار الكعبة عليه آثار أقدام الخليل إبراهيم عليه السلام، وأن الناس توارد هذا الأمر بينهم عبر آلاف السنين، بل العرب وهم في جاهليتهم كان هذا الأمر معلوما بينهم ومعروفا عندهم. فيقول الله عز وجل فيه، أي في هذا البيت الأول، البيت المبارك، بيت الهدى، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم. ومن العلماء من قال المقصود بمقام إبراهيم هنا أعم من المقام، فقوله فيه آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم أي أحد تلك الآيات البينات مقام إبراهيم، أحد، فيكون مقام إبراهيم خبر لمبتدأ محذوف، تقدير الجملة أحد تلك الآيات البينات مقام إبراهيم. طيب ما هي الآيات الباقية؟ الكعبة نفسها والحجر الأسود والحجر والحطيم والصفا والمروة وزمزم، بل من العلماء من قال وشعائر الحج كلها، الحرم وعرفة ومنى، فكل ذلك مقام إبراهيم. فإذن فيه آيات بينات مقام إبراهيم على القول الثاني،
أن الآيات البينات التي يقول الله عز وجل للمخاطبين أنكم ترونها وأنكم تشاهدونها بأعينكم وتقفون عليها، تلك الآيات البينات التي ببكة هي مقام إبراهيم، هي مقام إبراهيم، هي مكانه، هي انتقالاته. هذا هو إبراهيم الذي دعيتم لاتباع ملته الحنيفية المفارقة للشرك وأهله. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ويقول لهم أنكم تشاهدون وأنكم ترون كيف أن العرب في هذه الجزيرة، أي في تلك الحقبة وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يتقاتلون، وكان أخذ الثأر بينهم على أشده. ثم أنكم في وسط ذلك كله وأنتم تنظرون إلى هذا وتعيشوه، إلا أنكم تجدون أن ذاك المكان مقام إبراهيم، ذاك الحرم مكة شرفها الله، أنه تواطأ العرب على تعظيم البيت وتعظيم ما حول البيت وتعظيم الحرم الذي حول البيت، فكانوا لا يسفكون فيه الدم، وكان الرجل يلقى قاتل أبيه في الحرم فلا ينتقم منه، بل يتحاشى أن يظهر أمامه حتى لا يكون سببا في إدخال الخوف عليه. وكان الرجل يخرج من بيته ومعه الهدي يقلده، ويتجه إلى مكة يريد الحج أو العمرة، فلا أحد يتعرض له ولا لهديه حتى يصل إلى الحرم، مهما كانت العداوة بينه وبين أي قبيلة من قبائل العرب. فإذا ما انتهى من نسكه يأخذ شجرة من شجر الحرم ويضعها على صدره فتمثل له شعار أمان له حتى يدخل بيته، لا يتعرض له أحد من الناس. فالله عز وجل يقول لهم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، أنكم تجدون ذلك وترون كيف أن الله سبحانه وتعالى كف يد هؤلاء أن يمتهنوا وأن لا يتعرضوا لحرمة هذا الإنسان عندما يدخل الحرم أو يكون قاصدا للحرم. وهذا أمر عجيب، كانت الجاهلية تعيش وهم في وسط الجاهلية، وحياتهم قائمة على الثأر وعلى الاقتصاص وعلى الاعتداء وتغلب القوي على الضعيف، إلا أن ذلك كان تعاملهم مع الحرم ومع الوافد إلى الحرم. وما ذلك إلا لما قبلوه من اتباع ملة إبراهيم في هذا الأمر، وأن ذاك من بقايا ملة إبراهيم عليه السلام، وأن ذلك مما بقي عند العرب من ملة إبراهيم
عليه السلام في تعظيم البيت وعدم انتهاك حرمة الحرم وعدم انتهاك حرمة من يقصد الحرم، فكانوا يتعاملون معه بهذه الطريقة. فيقول الله عز وجل فيه آيات بينات تدلكم وترشدكم على هذا الخليل إبراهيم عليه السلام، وأن ذاك الأمن لتؤدى تلك الشعيرة الإبراهيمية وتلك العبادة التي أداها الخليل إبراهيم عليه السلام وأداها أولاده من الأنبياء من بعده إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أدوا تلك العبادة الإبراهيمية على الطريقة الإبراهيمية. فإذا أنتم قلتم أنكم موافقين لما كان عليه إبراهيم، والله عز وجل يدعوكم أن تتبعوا ملة إبراهيم، وها أنتم الآن يخبركم الله أن الآيات البينات الدالة على صدق إبراهيم موجودة هنا بمكة بالمسجد الحرام، فإذا إن كنتم صادقين في ذلك وإن قبلتم ما يدعوكم الله جل جلاله إليه، فاعلموا أن لله عز وجل حج هذا البيت على الطريقة الإبراهيمية الحنيفية المفارقة لطريقة المشركين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالخليل إبراهيم أراه الله عز وجل مناسكه، هو وابنه إسماعيل، فأديا نسك الحج بمعية جبريل عليه السلام، وحجه إسحاق مع أمه سارة، وحجه الأنبياء، فحجه كليم الله موسى عليه السلام، وحجه يونس وغيرهم من الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام لقد صلى في مسجد الخيف 70 نبيا منهم موسى بن عمران. إذن فقوله ولله على الناس حج البيت، إذن نقول دعاهم إلى اتباع الملة الحنيفية، ثم ذكرهم ودعاهم إلى الوقوف على الآيات البينات الدالة على صدق نبوة إبراهيم الذي دعاهم إلى اتباع ملته، وأن تلك الآيات البينات هي في المسجد الحرام، هي مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وأن مقام إبراهيم في هذه الأماكن كان لعبادة الله، وأعظم عبادة كان يؤديها إنما هي أداء مناسك الحج، أداء مناسك الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقوله هنا على الناس ليدخل فيه كل من اتبع ملة الخليل إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إذن هو يحج البيت على طريقة الخليل إبراهيم والتي أداها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من لازم ذلك أن يؤمن بالنبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.